الحقيقة هو المجاز، هدف الدرس أن يكون التلميذ في نهاية الدرس عارفا الفرق بين الحقيقة والمجاز، أن يكون مستوعبا نوعي المجاز. والدرس يتكون من الأمثلة ثم الشرح ثم الخلاصة والختام ببعض التطبيقات. الأمثلة: أولا، يندر أن تشاهد الأسود على شاطئ البحر. اثنين، كنت أيام صغري أسكن قرية جميلة تأتيها كل سنة عير محملة بالبضائع. ثانيا، واحد، يقول المتنبي: ولم أر قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد. اثنين، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. الشرح: اقرأ الأمثلة بتمعن ثم أعد قراءتها لتتأكد من فهمك لها. اشرح كل واحد من الأمثلة شرحا مقتضبا واكتب ذلك في ورقة. قارن ما كتبته بهذا الشرح. المثال الأول من المجموعة الأولى معناه أنه من النادر أن يرى أحد أسدا أو مجموعة من الأسود تتجول على الساحل بمحاذاة البحر، فهذا المشهد قليل الحدوث جدا. وفي المثال الثاني من المجموعة الأولى يقول المتحدث إنه عندما كان صغيرا كان يسكن في قرية وهي مكان يسكنه الناس أصغر من المدينة وهو أقرب إلى الطبيعة الريفية، وأن هذه القرية كانت تأتيها في كل سنة قافلة تحمل الكثير من البضائع كالثياب والمواد الغذائية وغيرها. أما المثال الأول من المجموعة الثانية فمن قصيدة يمدح فيها المتنبي سيف الدولة الحمداني، ويقول في البيت: إنه قام نحوه وعانقه. وقد عبر عنه أولا بالبحر لأنه مثله في الكرم، ثم عبر عنه بالأسد لأنه يشبهه في الشجاعة، ولذلك أورد المتنبي كلامه في سياق التعجب، لأنه من المستحيل أن يقوم البحر نحو إنسان، كما أنه من المستحيل أن تعانقه الأسود. وأما المثال الثاني من المجموعة الثانية فالكلام في الآية على لسان إخوة يوسف الذين أخبروا أباهم أنهم لم يفرطوا في أخيهم الذي أبقاه يوسف معه، وأنه إذا أراد أن يتأكد من ذلك فليسأل أهل القرية التي قدموا منها، وليسأل الناس الذين قدموا معهم في القافلة نفسها ليتحقق من صدق ما قالوه. والآن أعد قراءة الأمثلة بانتباه أكثر، وحاول أن تكتشف الألفاظ التي وردت في المجموعة الأولى وتكررت في المجموعة الثانية. هل الألفاظ التي وجدت هي البحر، الأسود، القرية، العير؟ إذا كان هذا جوابك فهذا صحيح. هل تستطيع أن تكتشف الاختلاف بين استخدام كل واحد من هذه الألفاظ في المجموعة الأولى واستخدامه في المجموعة الثانية؟ لاحظ مثلا أن كلمة البحر في المرة الأولى تعني الماء الكثير وهو ضد البر، وهذا هو معنى البحر في أصل اللغة. أما في المرة الثانية فإن المقصود بالبحر هو الرجل الذي يمدحه المتنبي أي سيف الدولة، وهذا ليس هو المعنى الأصلي للكلمة. هل ينطبق هذا على بقية الكلمات؟ لا شك أنك لاحظت أن كل واحدة من الكلمات الثلاث المتبقية عبر بها في المجموعة الأولى عن معناها الأصلي، وعبر بها في المجموعة الثانية عن معنى غير معناها الأصلي. ففي المجموعة الأولى الأسود تعني الحيوان المعروف، والقرية تعني مكان السكن المعروف، والعير تعني القافلة،
وكلها معان أصلية. أما في المجموعة الثانية فالأسد يقصد به الممدوح، والقرية يقصد بها أهلها، والعير يقصد بها الناس الذين فيها، وكل هذه المعاني ليست أصلية. والآن هل تعرف ما اسم كل واحد من التعبيرين، أي التعبير بالكلمة عن المعنى الحقيقي والتعبير بها عن المعنى غير الحقيقي؟ لا شك أن ذهنك سيتجه إلى عنوان الدرس، الحقيقة والمجاز، وهذا صائب. فالتعبير بالكلمة عن المعنى الحقيقي يسمى حقيقة، والتعبير بالكلمة عن معنى غير معناها الحقيقي يسمى مجازا. بقي الآن أن تلاحظ شيئا أخيرا، ولكن هذه المرة ارجع إلى المجموعة الثانية فقط من الأمثلة، وحاول أن تفهم العلاقة بين الكلمات وبين الشيء المعبر عنه. ستلاحظ أن علاقة البحر بالممدوح هي المشابهة، وكذلك علاقة الأسد بالممدوح. أما علاقة القرية بأهلها فهي علاقة غير المشابهة، وإنما علاقتها بهم هي أنها محلهم، وكذلك العير هي محل الناس الذين فيها. فالعلاقة في المثالين هي المحلية وليست المشابهة. والآن حاول أن تكتب ما استنتجته مما سبق، وقارن ما كتبته بالخلاصة التالية. الخلاصة: اللفظ له استخدامان، حقيقي ومجازي. الحقيقة هي استخدام اللفظ في المعنى الذي وضع له في أصل اللغة، والمجاز هو استخدام اللفظ في غير ما وضع له في أصل اللغة. المجاز نوعان، فإذا كانت علاقته المشابهة سمي استعارة، وإذا كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مرسلا. علاقات المجاز المرسل كثيرة، ومنها المحلية والكلية، أي التعبير بالكل عن الجزء، والجزئية، أي التعبير بالجزء عن الكل، والسببية، أي التعبير عن الشيء بسببه، واعتبار ما كان واعتبار ما سيكون. تطبيقات: أولاً السؤال، بيّن المجاز وعلاقته في الأمثلة التالية. 1- للوالد يد عند أبنائه. 2- قال تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. 3- الزهاد يلبسون الصوف. 4- قال تعالى إني أراني أعصر خمرا. 2- الحلول: 1- يد في المثال الأول معناها الأصلي العضو المعروف، والمقصود بها هنا هي النعمة أو العطاء، والعلاقة هي السببية لأن اليد هي سبب العطاء، وبالتالي عبر عن الشيء بسببه، وهذا مجاز مرسل علاقته السببية. 2- أصابع في المثال الثاني معناها الأصلي هو العضو المعروف أصابع اليد، والمقصود هنا الأنامل، والتي تعني رؤوس الأصابع، لأن ما يدخل في الأذن هو مجرد رؤوس الأصابع وليس الأصابع كلها. إذن فهنا تم التعبير عن الجزء الذي هو رؤوس الأصابع، تم التعبير عنه بالكل، فالعلاقة هي الكلية. 3- المثال الثالث، كلمة الصوف معناها الأصلي هو شعر الضأن، والمقصود بها هنا هو الثياب، الثياب المصنوعة من الصوف، لذلك عبر عن الثياب المصنوعة من الصوف عبر عنها بما كانت عليه، لأن هذه الثياب كانت في الأصل صوفا، وبالتالي هذا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان.
أما المثال الرابع ففيه كلمة خمرا معناها الأصلي الشراب المعروف المنهي عنه شرعا، والمقصود به هنا العنب، والعلاقة بين العنب والخمر هو أن العنب عندما يعصر يصير ويخمر يصير خمرا، وبالتالي هنا اعتبر ما سيكون عليه ثم عبر به عنه. إذن خمرا هنا فيها مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون.